السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتجديد بلقائكم، فرصة لتقاسم المعرفة في المجال القانوني وأشكر في بدء كل من يسعى بحسن نية أن يشجعني وأن يأخذ بيدي وأن يساندني. وسنستمر في مواضعنا التي بدأناها في هذا الأسبوع، وهي المتعلقة بالحماية القانونية للمقترن للمحلات السكنية وموجبات الإفراغ. وقلنا بأن أسباب الإفراغ التي تعرضنا في السابق، سواء فيما يتعلق بسبب إخلاء المقترن بالتزاماته أو إفراغ لإساءة الاستعمال أو إفراغ للتولي أو التخلي عن الكراء، فهي يجمع بينها قاسم مشترك دون أو ذو أثر ملحوظ على طرف العلاقة الكرائية، ذلك لأن تحقق أي منها يجعل المقترن سيء النية ومخل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية، وهذا ما يمنح للمقري في التشريع في هذه الحالة حقا ثابتا في فسخ عقد الكراء، سواء في إطار القواعد العامة أو في إطار التشريعات الكرائية الخاصة. لكن الوضع يختلف تماما فيما سنتطرقه إليه الآن، إذ من المفروض بالنسبة أن المقترن يحترم جميع واجباته ويفي بكل التزاماته، أنه لم يرتكب أي إخلال لما تقتضيه بنود العقد أو نصوص القانون. ولكن المشرع قد رعى في جهة أولوية المالك في الانتفاع بملكه، فأقر له بالحق في استعادة المحل من يد المقترن إذا كان هو اللاحق به، وهذا كذلك قامت به ما قامت لديه أو لدى أقاربه حاجة حقيقية إلى اعتماره، كما رعى من جهة أخرى أن المصلحة العامة تقتضي تشجيع المالك على تشديد مبانيه وتحديثها أو الزيادة فيها، ولذلك خوله إمكانية المطالبة بإفراغ المقترن إذا أراد هدم المحل أو إدخال تعديلات هامة وضرورية عليه. وهذا ما يجعلنا سنتطرق إلى هذا المحور، هو الإفراغ بسبب الحاجة إلى السكنة، وهي تترجح ما بين محورين أساسيين، وهي تلك القيود أو قيود الاستفادة من الإفراغ بين الاحتياج وبين شروط الإفراغ للاحتياج. وتتمثل هذا المحور الذي يتعلق بالقيود للاستفادة من الإفراغ من الاحتياج بين المسكون وما المستفيدون من رخصة الإفراغ بسبب الحاجة، وهي إما يكون لصالح المقري أو لأقارب المقري، خصوصا فيما يتعلق بأصوله أو الفروع، أو المستفيدون من الوصية الواجبة. لأن قلنا هذه القيود للاستفادة من الإفراغ بسبب الاحتياج تكون إما من أجل المستفيدين من رخصة الإفراغ بسبب الاحتياج، سواء تعلق بالمكري أو بأقارب المكري من أصول وفروع، أو المستفيدون من الوصية الواجبة. وكذلك يمكن أن نحدد تلك الشروط لإفراغ الاحتياج، وهذه الشروط لإفراغ الاحتياج ترجح ما بين شروط عامة وشروط خاصة. الشروط السابقة على ممارسة حق الاستعادة من أجل السكنة، أو أن تنتهي مدة العقد الأصلية، هذه شروط عامة. أما فيما يتعلق بالشروط الخاصة فهي تتمثل في طلب استعادة العين دون وضع
مسكن آخر تحت تصرف المكتاري، أو عرض المكري للسكن المناسب على المكتاري، سواء كانت هذه موازاة المسكن المقترح للمحل المطلوب إفراغه، أو مساواة المسكن المقترح للمحل المطلوب إفراغه. لكن أين تتمثل هذه صور احتياج المبرر للإفراغ؟ فهي تتمثل في بأن المستفيد لا يشعر سكنا في ملكه، أو أنه كذلك بالطبع أن عنده واحد فقدان ديال هذا فقدان المستفيد لمسكنه مثلا، أو له الحاجة هذا المستفيد من الانتقال بمسكن خاص به. وهذا الفقدان ديال المستفيد لمسكنه إما كيكون واحد الفراغ المستفيد من المنزل الذي كان يشغله بسبب وظيفته، كأنه كان واحد موظف وخلا خدام في واحد المعمل وعطينا واحد الدار إلى أن يخرج، أو أن عودة المغترب إلى الوطن شي واحد كان كاري كان في غربة من جا بغى الدار ديالو، أو كان سواء تهدم المسكن الذي كان يشغله المستفيد، تهدم هذاك المسكن الذي كان يشغله المستفيد. وكذلك قلنا أن حاجة المستفيد إلى الانتقال بمسكن خاص به، هذا أعطاه المشرع هذا الحق. أو في ظل هذه المحاور التي كان يشغل المستفيد لا يشغل سكنا في ملكه، كذلك هناك عدم كفاية المسكن لحاجة المستفيد العادية، كأن هذا عنده الحاجة، هذا المكري في الحاجة إلى التوسع، عنده الحاجة إلى التوسع في السكنة وكيحددها فقدي، أو عدم ملائمة المسكن للوضعية الصحية، أو بالتالي يعد المسكن الذي يشغله مستفيد. يعني في ظل هذه المحورين الأساسيين قلنا أننا نتكلم عن الحماية القانونية لمقتري المحلات السكنية وموجبات الإفراغ، وخصوصا فيما يتعلق بالإفراغ بسبب الحاجة إلى السكنة. قلنا أنها تستمد هذا السبب يستمد صلاحيته من قيود الاستفادة من الإفراغ بسبب الاحتياج، سواء تعلق من رخصة الإفراغ بسبب الحاجة أو من الاستفادة من الوصية الواجبة. وقلنا أنها هاد القيود ديال الاستفادة لها صور ديال الاحتياج المبرر للإفراغ، سواء تعلق هذا المستفيد أنه لا يشغل سكنا في ملكه كفقدان المستفيد لمسكنه، أو حاجة المستفيد إلى الانتقال لمسكن خاص به، وفي المقابل وعدم كفاية المسكن لحاجة المستفيد العادية، كمثلا الحاجة إلى التوسع أو ملائمة المسكن للوضعية الصحية، أو يعد هذا المسكن الذي يشغله المستفيد. كذلك لا بد، احنا كنتكلموا في واحد المجال قانوني، اذا بغض النظر على هذه المقتضيات التي يراها الباحثون والأساتذة في تشخيص هذه الوضعية وحماية القانونية للمكتري بالمحلات السكنية وما يقابلها من موجبات الإفراغ، لا بد من أن هناك سلطة تقديرية، وهي سلطة المحكمة في القضاء بالإفراغ الاحتياج، وهي التي تثبت هذه العناصر للتقدير الاحتياج
سواء فيما يتعلق بعناصر تقدير الحاجة في ظل ظهير 5 ماي 1928، أو في تقدير الحاجة في ظل ظهير 1980، وكذلك حرية المالك في اختيار المحل المطلوب إفراغه. إذا نصل إلى نهاية هذا العرض، وفيما لا شك سنضع لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.